الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يقول: "وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين". الهمزات يعني الدفع بقوة. شايفين أحيانًا والعياذ بالله إذا واحد في لحظة خِذلان إلهي يقدم على معصية يركض إلى تلك المعصية ركض هذا الدفع هذا الدفع الشديد يقال له همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ما هو معنى هذا الحضور هنالك حضورات كما يبدو لا حضور واحد لعل المراد بهذه الايه حضورات متعدد كل يوم الشيطان يحضر كل يوم انت عندما تريدون ان تستيقظوا لصلاه الصبح الشيطان يحضر الله تعالى يقول لك قم والشيطان يقول لك نم ايهما هو الذي انت تنتصر او اراده الشيطان تنتصر عندما تمشي في السوق امرأة اجنبية تحرم عليك تمر الشيطان يقول انظر والملائكة يقولون لا تنظر شبه هذا الكلام ذكر في الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا بعض العلماء ذكروا هذا مو تنزل واحد وانما هذا تنزل دائم ولكنه الان على نحو الهام في قلبك الملك يقول قم لاداء الفريض لا تنظر الى هذه المراه الاجنبيه ولكن هنالك تنزل اخير هذه الحضورات المتعاقبه هي التي تعين ذلك الحضور الاخير هذا الفرد اللي عمر قال للشيطان نعم في اللحظه الاخيره هذا طيع بيد الشيطان في قضيه الشيخ الاعظم رحمه الله عليه ذلك الرجل قال للشيطان اللي كان شايف الشيطان في عالم الرؤيا قال كيف تجرني بأي حبل من هذه الحبال تجرني بالحبال الغليظة بالحبال الدقيقة قال أنت حبل ما تحتاج أنا من بعيد أشر لك وتركض إلى هذا اللي عمر للشيطان قال نعم في اللحظه الاخيره وفي المعركه الاخيره مشكل ان يقول للشيطان لا هذا اللي عمر قال للشيطان لا في هذه المعركه الاخيره في الحروب يقولون اخطر معركه واهم معركه المعركه الاخيره لانها المعركه الفاصله، هذا اللي عمر قال للشيطان لا، في تلك اللحظات الاخيره ايضا بعون الله، بامداد الله، ايضا يقول للشيطان لا. هذه النتيجه النهائيه تتويج لجميع تلك النتائج المتعاقبه. ولذلك الواحد حقيقه لان هذه قضيه مهمه يجب ان يصمم ان يقول للشيطان لا لا فقط في مجال الواجبات والمحرمات حتى في مجال المستحبات